اهلا بيك يا دكتور احمد. عايزك بسرعه تقول لي مفاهيم خاطئه حول السمنه. هو يا دكتور، اولا كل سنه وانتم طيبين، وكل حضرتك سنه طيب الشعب المصري كله طيب، وبعود الايام بخير عليهم يا رب، وكلهم سالمين. يا رب. بالنسبه طبعا بقى ان كل الناس قضت رمضان بقى اكل وقطايف وحاجات حلوه، فلازم يعرفوا الفتره اللي جايه بقى لازم يشيلوا اللي حطوه دوت. تمام ففي شويه مفاهيم الناس بتبقى فاهمها خطا، تمام فاحنا هنديهم شويه معلومات يحاولوا ان هم يفهموها شويه. تمام اول معلومه منهم ان هم اوعوا يفتكر الناس ان لما يجوعوا يبقى الجوع ده هو اللي هيخليهم يفقدوا الوزن. الكلمه دي بتبقى غلط وخطر قوي، ان الاعتقاد ده اغلب الناس فاهمين ان انا لازم اخس، عشان اخس يبقى انا لازم احس بالجوع. اعتقاد ده خاطئ وده مدمر كمان، صح. لان حقيقه الامر ان الجوع هو ألد اعداء الرجيم نفسه. علشان ننجح في الرجيم يا دكتور لازم الانسان ما يحسش بالجوع، صح. عشان ما يجيش مره واحده ان هو يحتاج انه يزيد من حس بالجوع جامد، يخزن بقى، هيخزن ساعتها الجسم. هيبتدي ياكل، الاشارات مش هتطلع للمخ بسرعه ان هو شبع، فهياخد زياده عن حاجته. صح. تمام. فالجوع ده نقطه غلط لازم تفهمه كويس قوي. صح. وكمان في نقطه مهمه جدا يا دكتور، ان لما الناس عموما اللي عايز يخس ويمشي على رجيم قاسي جامد قوي، الجسم فيه خطه دفاعيه ان هو لو سحب منه كل الطاقه، الجسم بيخش في حاجه اسمها ستارفيشن، زي مجاعه، صحيح. بيخش في حاله كمون. تمام. فبيعمل ايه؟ يخاف، فيحافظ على الدهون ويبتدي ان هو يطلع من العضلات، يبقى ده تمام العيان ده بيبقى هزيل، تمام وكمان نزل من عضلاته ما نزلش من الدهون بتاعته. صح. تمام. فان تمام الجوع الناس ما تجوعش نفسها، فالرجيمات دي خاطئه جدا جدا. تمام تمام. ولازم الدكتور ان هم يستخدموا الاعشاب الطبيه او الكبسولات الطبيه، ما يفتكروش ان هي اللي هتخسسهم هي مباشره. الاساس لوحده، ما يفتكروش انها الاساس لوحده. تمام. لا، هي مش الاساس لوحده، لا، دي لازم تتاخد تحت نظر الطبيب، لان في منها المفيد وفي منها الضار، نعم. مش مجرد انه ما يخسسنيش وكده، لا، ده ضرني كمان. صحيح. فاحنا لازم نمشي على انظمه غذائيه كويسه مع الادويه. عايز اكد يا دكتور احمد على كلامك، انه جاتني عيانه المعده متدمره، فبقول لها قالت لي انا خلطت 17 عشب، الكمون والكزبره مش عايز اقول لك يعني 17 عشب مره واحده خلطتهم، لانها لقيت على النت حد قايل كده وجاتني علشان تخس، بس المعده متدمره، قرحه معده ونزيف من تحت، حدوته يعني. فاتفضل كمل. هي دي الفكره يا فندم، ان حبوب التخسيس مش فعاله قوي لانقاص الوزن، لازم نستخدمها تحت اشراف الطبيب، لان في منها المفيد وفي منها الضار. تمام. وفي ناس بقى يا دكتور كمان بيستهلكوا الاطعمه اللي من الشارع، ده اخطر حاجه. الاطعمه الصحيه مش لازم تكون هي الغاليه، لا، الاطعمه الصحيه بتبقى اصلا مش شرط سعرها غالي، لا، قيمتها الغذائيه عاليه. ايوه، ان الاطعمه اصلا الغاليه ديت عاده المستهلكين بيشتروها بفلوس كتير، وبتبقى اطعمه اصلا مشبعه بالدهون، صح، ومليانه ملح ودهون اكتر من اي حاجه تانية، صحيح، اكتر من المكونات الصحيه، صح، فده مش اساس عندهم. صحيح. ده نقطه مهمه الناس لازم تحطها في اعتبارها، الاكل من الشارع اولا غير ان هو مضر اليومين دول جامد من نعم. الفيروسات اللي احنا فيها، صح، زائد ان هو مليان دهون، زائد مليان ملح جامد قوي. تمام. انا بشكرك على المعلومات القيمه دي دكتور احمد سمير، استشاري العلاج الطبيعي، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات متكرره دايما لتصحيح المفاهيم الغلط، لانه الاطعمه اللي قال عليها دكتور احمد سمير بنسميها الجانك فود، يعني بره بيسموها الاطعمه، مش عايز اقول ايه يعني عايز اقول يعني اطعمه سيئه سيئه سيئه، بيسموها الجانك فود.